أدعو لاجتماع للنظر في البند 8 د من جدول الأعمال، مسائل المتعلقة بصندوق التكيف. أدعو اجتماع أطراف باريس لاعتماد مشروع القرار المعنون مسائل المتعلقة بصندوق التكيف الوارد في الوثيقة FCCC على PA على CMA على 2022 على 5. لا أرى أي اعتراض، تقرر الأمر على هذا النحو. أدعو الاجتماع للنظر في بند 19 من جدول الأعمال، مسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا، ولم نتمكن من الانتهاء من هذه المسائل، وقد أرسلت لمزيد من المشاورات برئاسة السيد مريم جبرة من وفدي، والتي أدت إلى نتائج الحال التالية. أدعو المؤتمر لاعتماد المسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا والوارد في الوثيقة FCCC على CP على 2022 على 9 وFCCC على PA على CMA على 2022 على 8. لا أرى اعتراضا على ذلك، تقرر الأمر على هذا النحو. أدعو اجتماع أطراف باريس للنظر في البند 19 من جدول الأعمال. لعلكم تتذكرون من أنه في الجلسة الافتتاحية للاجتماع دعوت إلى النظر في اقتراح من زامبيا باسم مجموعة الأفريقية حول الاحتياجات الخاصة والظروف الخاصة لأفريقيا، وأود أن أحيل تقريرا في إطار هذه المسألة ومسائل متعلقة بأي مسائل أخرى من أجل المشاورات. وقد عينت السيد بول واتكنسون من الإمارات العربية المتحدة لإجراء هذه المشاورات نيابة عني، وخلال المشاورات كثير من الأطراف المجموعات في 7 من نوفمبر لم يتمكن أحد الأطراف من الحضور. تلقينا بعض المراسلات من تشيلي ومن آيلاك. هذه التقارير ترد على الموقع الإلكتروني الصفحة الإلكترونية للاتفاقية الإطارية من أجل إيراد المشاورات في إطار الرئاسة. وكذلك خلال هذه المشاورات الأطراف أشارت إلى الحاجة الملحة لأقل البلدان النمو النامية والبلدان الهشة، كذلك للآثار السلبية لتغير المناخ بما في ذلك الاحتياجات الخاصة والظروف الخاصة لأفريقيا، وشددوا على الرسالة المتعلقة بمساهمة الفريق العامل الثاني في التقرير السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ. وكذا كانت هناك مساحة لمناقشة أي مسائل أخرى على المستوى الإقليمي للبلدان النامية، ولكنه لم يستوفي الغرض من المشاورات التي عقدناها فيما يتعلق بإدراج الاحتياجات الخاصة والظروف الخاصة لأفريقيا فيما يتعلق بمنظور الإنساني وسيفوني، بأنه برغم من انخراط البناء من جميع الأطراف لم نتمكن من التوصل إلى توافق بشأن المقترح الأصلي أو أي مسائل أخرى أجريت. وكذلك عقدت مشاورات بشأن إدراج البنود التالية من جدول الأعمال. المسائل المتعلقة بالبند من المادة الثانية الفقرة 1 ج من اتفاق باريس باقتراح من فرنسا نيابة عن الاتحاد الأوروبي ومن سويسرا نيابة عن مجموعة النزاهة البيئية. ثانيا الحد الاحترار العالمي عند 1.5 مئوية باقتراح من سويسرا نيابة عن مجموعة النزاهة البيئية، وكذلك تنفيذ قرارين 1 CP 26 فقرة 11 و1 CMA 3 الفقرة 18 بشأن تمويل التكيف باقتراح من باكستان باسم مجموعة 77 الصين. يوسفني أن أبلغكم بأنه بالرغم الانخراط البنائي من جميع الأطراف لم نتمكن من التوصل إلى التوافق بشأن إدراج هذه المقترحات. وأعطي الكلمة الآن إلى زامبيا.